السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سيدي بجوجنا كاملين نكملوا، يعني أنا معكم نقلب على السيارة نشوفوا واش غادي نلقاها ولا لا. وهذه هذا القضية ديال أن نقلب على السيارة ديالي أو نقلب على الطوموبيل، هذه راها يعني اش غادي نقول لك، هذه وباء وباء كل شيء عنده، ماشي يعني كنسحب غير أنا بوحدي اللي كننسى الطوموبيل كنحطيتها، ولكن جيت نلقاك نلقى كل شيء كينسى الطوموبيل كنحطها. من خلال الهندسه ديال هذا كيبان لي راه هي هنا، ولكن الله اعلم، لان باقي فكرت هذاك كاين هذاك ديال السيارات الكهربائيه، الموقف ديال السيارات الكهربائيه واحد في الاربعه تما دايرين تما، وهاد البلاصه هي هادي، وخاصني نكون حتى نكون حطيتها هنايا هنا في هاد المنطقه، لان مع الدخله دخلت وحطيتها. نشوف الا كاين هنا، راه رانا زعما كلافر، رانا باقلي باقي بعقلي. اما انا ما كنتش نعرف راه خوك لا كيفوت. نكملوا البحث. شوف اسيدي هنا لحد الساعه ما كاينش، لحد الساعه ما كاينش. يا فينك محال محال محال، واش ينساك البعد؟ لا وليدي لا، صافي اكل الدهر علي وشارب. اي هاد الطواليط ما شفتهاش، هادي الطواليط هنا، هاد الطواليط كبيرة ماشي هي. اذا ها سيدي هاد ويست كار باك ماشي هو، ما تفكرش انني دخلت من جهة هاد الناحية، خاص تكون الطوموبيل ديالي في هاد الناحية هادي، وانا ما حطيتهاش بحال هاكا، وما كاينهاش للاسف الشديد، ما كاينش طوموبيل ديالي. واخا معليش، غادي نستمر غادي نقلب نرجع، خصني دابا مش قاصح في شوية، إذا خصني ندير واحد المسافة باش نوصل للمنطقة الثانية اللي فيها السيارة. عندي سيدي طوموبيل تسلا، هاي تي تسلا، تسلا كار، أمشي التين دابا ولا عندنا مجاهدين هاد تسلا كار. مستمر تسلا كار 100% كهربائية. هنا سيدي من وراء هذيك الطريق هنايا وراء هذا، وكاين تما البنايات، يعني هاد البنايات السكنية، هاد العمارات كتشوف هنا بحال دابا، هاد وحدة جوج، هاد جوج الكري كالور ملون بالكري، هادو فاش كتشوف اللون. المهم على كل هادو، هاد جوج بيلدين كيتشابهو، وهادو كيبان لي كتسمى كوندومينيوم. كوندومينيوم يعني مجموعة سكنية عند العساس ديالها، عنده واحد القانون ديالها الداخلي، عندها مملوكة من شخص واحد ولا مملوكة من شركة، وكان عندهم قانون ديالهم بوحدهم. كوندومينيوم فيها المسبح، فيها الرياضة، فيها المهم داكشي عندهم كله، وعندها قوانين ديالها، يعني ماشي أي واحد يدخل إلى آخره. أما هاديك كتشوفها بالليموني واحد اللوينة 115 مكتوبة تم، عرفتي كتبان كتبان فيه 115، هاديك كتسمى هيش دي بي. هيش دي بي ما عرفتش شنو لابريفياسيون ديالها، ولكن هوم ديفلوبمنت، هوم هيش دي بي، هوم ديفلوبمنت بورد، هوم ديفلوبمنت بورد، يعني هذا ديال الدولة هي اللي كتبني للناس وتعطيهم، كتبني ليهم وكتعطيك لابارتمون وتتخلص فيه بشوية، يعني 20 عام 30 سنة وانت كتخلص في الدار. ولكن اللي بغى يتزوج مرحبا، اللي بغى يولد مرحبا، اللي بغى المهم الدار راك ساكن، ما كتسجل دري صغير يلا كيوصل 18 20 21 يا ربي، الله 21 يا ربي، ويتسجل وصاحبته ويديروا يتزوجوا ويولدوا الى اخره، وكيساعد الناس باش تعيش حياه يعيشوا حياتهم، يعيشوا حياتهم. لان ما تخيل ان الارض ما كايناش، ودوله عباد الله ما فيهاش الارض، بحال قدك الدوله كلها قد الدار البيضاء، اذا الدوله قدك هذيك حاجه ما كاينش الارض، فهمتي؟ ومع ذلك كلشي ساكن، فهمتي؟ كلشي ساكن، كلشي بخير، كلشي خدام، كلشي تيسيب الفلوس، كلشي كيفاش ياخذ الطياره يمشي لاوروب، يمشي لاستراليا، يمشي لندن، يمشي كلشي، اذا يقدر يمشي للميريكان. اذا هذا تنطلع دي جون صغار، يعني ماشي شي ناس كبار ولا شي حاجه، يعني يلا كيبداو في العمل راه تبارك الله كيسيب، يعني كيسيب الفلوس، يعني كيخزن فلوسه وكيسافر وساكن ومزوج ويقدر يدير وليدات وكل شيء بخير وعلى خير. ولكن شفناش من النظام
والقانون ومن العدل، والعدل أساس الملك، والعدل هو كل شيء. إذا ما كانش العدل عمرش حاجة ما تكون. غير الأب، أب اللي ما كانش عادل بين أولاده، الأسرة تكون مخربة. أنا فضلت لهم، فضلت ولد على ولد، كان الصداع خلاص. إلى هضرنا على مؤسسة، ولا هضرنا على دولة، ولا على حكومة، إذن لا مجال للمقارنة عند ظهور الفارق. والفارق أنا ماشي فارق، أنا راه فارق بحالك تهضر على الشرق والغرب وتهضر على ما نعرفيه. إذن سالت لي 5 دقائق ديال الفيديو، وغادي نتوقف هنا وأستمر بعد قليل. والسلام عليكم.